المرميد. أهلا بكم خليل دامون رئيس الجمعية المغربية لنقاد السينما فاسبيل المرميد ام قلتها وأكررها اليوم والأمر لا يجب أن ينظر له على أنه انتقاس من قدر المحيطين بي في السينما والكتابة للسينما لم أقتدي بأحد من نقادنا المحليين منذ بدأت الاشتغال في الميدان قبل 16 سنة بالمقابل هناك من القدماء من مدوا لي يد العون في مقدمتهم الراحل مصطفى المسناوي، المسناوي كان اول من مهد عبوري من مهرجانات عالميه، وكان ايضا في مقدمه من دعموه تجربتي السي بي والاف بام الحديث مع الراحل المسنوي عن السينما متعه يعسر حقا ان تصفها الكلمات. مصطفى المسناوي بعد مرور ازيد من ثلاثه اشهر على رحيلك، اقول لك مره اخرى وداعا ايها الصديق السينفيلي، وداعا ايها الاخ الاكبر. طيب عندنا في المغرب هناك نقاد محترمون قلائل وهناك النقاقيد والنقاقيد اصناف نقاد بالاقدميه واخرون يترجمون في بعض من المناسبات مقالات الغير ويبيعونها لمجلات اجنبيه موقعه باسمهم. هناك نقاد الفيسبوك وهناك المطالبون ببطاقه النقد رغم انهم لا يكتبون شيئا. كثير من المآسن ترتكب باسمك يا سينما. نعاتب المخرجين السينمائيين عاده لكن ننسى بان المعاتب يحتاج بدوره ان يعاتب احيانا اف بي ام سيرتيفيي بار لي دامون مرحبا بك في الاف <applause> بي هنا في ميديا نبداو السي خالد نبدأ شويه بشويه وحنا ماشيين في النقاش ديالنا وطبعا رحبت الصدر مطلوبه في الحاله ديالنا واخا اللي كان عارفنا على حسب العلمي المتواضع استاذ خليل وعلى حسب ما تعلمتوا من الناس صاروا شي شويه وجالوا في الحرفه في بلدان كثيره فيها نقاد حقيقيين ان الناقد من لازم تسوفر ليه بعض الشروط الاساسيه مطالعه وقراءات كثيره ومشاهده ما كتوقفش وتحيين هذه المشاهده على الدوام لابديت والتوفر على قلم مطواع هذا الشيء كامل ولكن كان تكوين قبل قريب من المجال فهو امر مستحب مطلوب ايضا الاستمراريه واشتغال دائم باش نحكموا على العمل ديال الناقد ماشي نحكمه على شخصه هاد الشروط هذه خلينا نطبقها عليك او الساد انا كيتعذر عليا كل صراحه نعرف فين نصنفك خصوصا انني كيصعب عليا مثلا نجد فين نقدر نقراك ما كاتكتبش بشكل دائم، راه بغيت نقرا لك ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا ربما يمكن ما كتبعش مزيان ما يكتب، هو هو انا اكتب منذ الثمانينات، منذ الثمانينات، لا اكتب كثيرا طبيعي ولكن على اي حال اكتب ثم اكتب انطلاقا آه من آه من مصدر أساسي اللي تربينا فيه جميع النقاد في المغرب تربوا م. داخل الأندية السينمائية م. وكان النقد السينمائي خرج من هذا الرحم. أيه؟ بما في ذلك النقاش الاسبوعي كل اسبوع نحضر لفيلم نناقشه مع مع الجمهور مم. وكنا نعرض نعرض افلاما مم. لما يسمى بافلام لافلام المؤلفين مم. اكبر واشهر المخرجين العالميين دازوا في الانديه السينمائيه. مم. من انطلاقا من ازنشتاين الى اواخر ما يوجد عليه الان، وبالتالي النقد السينمائي المغربي يمكن نقول بانه مر واحد المرحله اساسيه اللي هي مرحله شفويه، والدليل على ذلك ان ما يعتبر اليوم اول ناقد سينمائي مغربي هو نور الدين الصيل، لم يكتب كثيرا، وسيتعذر عليك ان تجد ما سيكتب ولكنه نعتبره جميعا هو اب النقد السينمائي المغربي نور الدين جاوب على راسه انا بنتاس سي خالد نعم. هاد الشروط اللي عطيت نعم. هادي واحد جوج دقائق إيه شنو اللي تحسنت عندك او لا اللي ما عندكش هاد الشروط اللي كنت عطيت في الاول اللي من المفترض توفر لدى الناقد آه بطبيعة الحال انا اكتب وآخر انا جمعت تو... ماشي الكتابات شروط اللي من المفترض توفر لهذا الناقد آه. باش يكون اهل لهذه الصفه، هذا هو اللي سولت. أيه بطبيعه الحال يعني اولا الحضور دائم في أه في التظاهرات السينمائيه في المهرجانات في المهرجانات في الندوات في اللقاءات وربما حتى داخل داخل الجمعيه ننظم لقاءات كثيره وكثيره جدا وللاسف الشديد الصحافه الصحافه نتاعنا لا تنقل ما يجري لانه عندما تجد لا, لا عندما تجد نفسها بجانب النقاد يجدون ذلك يجدون ذلك النقاش شيئا ما اما يقولون بانه نخبوي اما انه نخبوي آه مازالو ها بطبيعه الحال آه ولكن مثلا انت في الطريقه الكتابه ديالك كتكتب سكون لابيل لي غروند لين او لا لي بتيت لين شنو هي المنهجيه اللي كتعتمدها انت في الكتابه ديالك؟ حسب حسب ما هو مطلوب ان كتبت كثير عندما عندما يطلب مني ان اكتب لمجله سينمائيه مثلا ها وهذيك المجله لي ولا لي لين؟ لا لي جروند لين انا 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 من انا اعتبر النقد والنقد تحليلي لان يعني الناقد الذي لا يتمكن من تحليل الافلام فهو لا اقول ليس ناقد ولكنه لا يصل الى الاهداف الاساسيه من من النقد دونك كتكتب لي بتيتلين لا اه وراه هي هذه الطريقه دابا هادشي اللي تنمشي واقيلا راه انا لا. هناك لان يعني هناك تحليل افلام مم. وهناك تحليل لما لما يروج حول الافلام من مم. من نظريات من خطابات من نقاشات نعم. اللي نعم مثلا ملي كتمشي لمهرجانات كبيره نعم. غير إيه مثال غير إيه مثال نعم. حنا باش نبسطوا الناس اللي متبعين معنا مم. مثلا كتجبر النقاد اللي كي اللي كيكونوا كيتسناوا العرض العالمي الاول ديال الفيلم نعم. طبعا خصو كاين تسابق نحو تقديم قراءه الاولى ديال هذا الفيلم هذا كيكتبوا لي غون لين لي بتيت لين كيجي كي مثلا من بعد شهر شهر ونص كيجي كي مقال تحليلي راسين مم. نقدي بالتالي داكشي علاش قلت قبيله وقيله انت راك غالط حيت انت على حساب ما فهمت منك راك لي بتيت لين ماشي لي غروند لين لا هي بعض الاحيان انا كنت اكتب لي لجريده الاتحاد الاتحاد الاشتراكي او للمحرر عندما قبل ان يكون الاتحاد الاشتراكي كنت اكتب كنت اكتب للبيان الى غير ذلك هذه مسائل عندما يخرج فيلم او تظهر ظاهره سينمائيه نكتب عليها بسرعه. وانا كنت ابتعد عن عن مثل هذه الكتابات لانها من لا تسمح بان نكون لا اقول يعني مصادقين او مرتبطين بالفيلم لانه بالمشاهده الواحده مثلا الصحفي السينمائي هذا الشيء يدخل في باب توتولوجيا يعني كلام صالح لكل زمان ومكان انا خصني الاستاذ خليل الدامون ما. اعطيني الميثود باش كتخدم هذا لا. هو اما مثلا الناقد يجب ان يكون هادي فهادي نقدروا شي واحد دابا اللي راه متبعنا شي طالب راه ممكن ما. يقول تا هو نفس النقد السينمائي ليس كالنقد الادبي النقد الادبي عنده منهجيه يستحيل ان تجد عند اي ناقد قل لي شي ناقد عنده منهجية في الكتاب يعني اون ميثود في السينما؟ في السينما الله اكبر مثلا روجر ريبرت ك... روجي روجر ريبرت انسان اللي مم. كيكتب بسكون اب اللي بتتلين والقوة ديالو هو انه الفيلم كيشوفو لافي بالامس مم. ممكن انه عطاه الله واحد القلم مطواع اللي نتبعو مزيان كيعطيك كي في الغد كيعطيك كي مقال تحليلي نقدي راسين ممكن كيكتب بهالطريقه هذه لا غير باش لا ممكن انا واحد, عن واحد مم ولا مم جوج عندما ترجع 30 إلى, الى 30 الف 30 الف مقال نقدي اللي وهبها اللي وهبها المدارس السينما في مم الولايات المتحده ولكن حنا يجب ان ننظر الى النقل بكيفيه شامله رجع ميشيل سيمون مثلا في بوزيتيف كيف يحل اولى جون ميشيل فرودون في كايد السينما كيف كيف يشتغل يعني يستحيل ان تجد عنده م... لان السينما لان السينما هي هي تركيب لمجموعه من ال... من الانواع في الصوت في الاداء في المصاع الى غير ذلك وبالتالي التعامل مع السينما هي هي مساله مرتبطه بذات بذات الناقد وكيف, ي... وكيف, ي... وكيف الحضور قبيله الحضور في... في مثلا كي يكون هذا الحضور هذا الغالب في مواعيد ماهيه موعد... ولا جهويه عندنا في العرب لا. ولا في افريقيا في اي موعد مم. اي موعد سينمائي كبير او صغير كبير يعني آه كبير مثل مهرجانات مهرجان مثلا في المغرب حتى نبقى في نعم في المغرب سنجد المهرجان الوطني مساله اساسيه مهرجان مراكش لا بد من الحضور مهرجان الرباط ضروري مهرجان اذا اردت ان ت... يعني تبحث يعني... عن السينما الافريقيه لا بد أن, ت... ان تذهب الى الى خريب كاميرون تكون في الجمعيه شي شويه المشاكل مع خريب قال المهم تاع الحال هذه مساله اخرى هذيك نعم. اخرى صافي هذيك مساله اخرى واخا على ذكر افريقيا مبروك الرئاسه ديال الفيدراليه الافريقيه للنقد السينمائي نعم. ولكن هاد راه الفيدراليه عندها واحد الموقع الكتروني مازال ما معترفاش ما بك ودي استاذ خليل اغلب الظن انهم ما حينوش معلومات هاد الموقع بحال نعم. المستوى دايور ديال النقد والسينما في افريقيا هاد الفيدراليه تاسست في 2004 على هامش ايام قرطاج في تونس مم. والمؤتمر الاول ديالها تعمل في 2009 على هامش الفيسباكو في بوركينا فاسو بمعنى تاسيس والمؤتمر الاول تداروا على هامش مهرجانات سينمائيه في حين ان المؤتمر الثاني اللي دار مؤخرا في مراكش تعمل على هامش منتدى نظمت وزاره اتصال بالتعاون مع منظمه التعاون الاسلامي حول الاعلام وفرص الاستثمار مم. المتاحه في افريقيا هذا الشيء راه ما يمكن نيت يحصل غير في افريقيا مم. أجب النقد السينمائي الفرص الاستثمار المتاحه في الاعلام في هذا هذا واقع ديال هذا واقع ديال انا نقول لك اولا أفريسيني سيني اول موقع مم. اللي كيعرف بالسينما الافريقيه في عالميا اول اكبر مم. مم. هو المشكل ديالو هو ان افريقيا تنقسم الى ربما في الكتابه الى ثلاث اجزاء الذي النقاد الذين يكتبون بالفرنسيه والنقاد الذين يكتبون بالانجليزيه والنقاد الذين يكتبون بالعربيه اذا نحن شحال هذه الان هناك تفكير في جعل هذا الموقع يتقبل الكتابات بالعربيه وبما انني اكتب بالعربيه بطبيعه الحال لن تجد لي ماشي لي, لي انا م. يعني اغلب النقاب مثلا مصطفى المشناوي ما تلقاش تما مصطفى المسناوي كنا كنجبروا في اماكن فرق. لا هي ولكن ما تلقاش افير السيني دابا انا كنرد عليك على افير السيني حنا كنا غادي ننظموا هذا اللقاء هذا ديال المؤتمر التالي مع مهرجان زاغوا وبقينا هذه سنه ونحن نحن نتفاوض ولكن زغورا لما وصلنا للمساحه الزمنيه اللي خصو يدا فيه وجبوا راسهم انهم ما عندهمش الامكانيات وبالتالي آه توجهنا ديبهات. الى جهات اخرى هذا هو الاساس سي خليل الامر واضح وزاره الاتصال ما يمكنش تتكلف بالتنظيم ديال المؤتمر حول النقد بافريقيا الا مم. اذا كانت الميزانيه مرتبطه بميزانيه ديال واحد تدهورة اللي هي كبر منها دخلنا شي في وطلع لينا الرئيس ديال الجمعيه الافريقيه المغربي مبروك هاد الفيدراليه الغريب انه ما عندهاش مقر اه لان المؤتمر ديال 2009 ديال واغادوغو في التقرير الادبي تقال بان الاتفاق اه حول انه يكون مقر ديال ديال الجمعيه في داكار في السنغال موجود اه موجود في داكار اي اللي كان في التاسيس صادف صعوبه بحيث ان السلطات ديال السنغال ما تجاوبتش مع هذا هاد المطلب نعم دابا فيدرالية شوف اسمها كيفاش عامل كبير والمقر ديالها يعني مره كيتغلق مره كيتفتح هادشي راه وهمي ما كاين والو من الواقع ديال الواقع ديال الثقافه والواقع ديال السينما في افريقيا لا في باسيتا هي ديال الفيدراليه ديال السينمائيين الأفريقية هي كتسد وكتفتح هذا واقع واللي مم. خصنا احنا نعملو من اجل التجاوز ديالو المقر ديال الفيدراليه موجود في السنغال في داكار ونحن الان بصدد اننا يعاد يعني عنوان اللي ما محلولش لي طبعاً يعني. لان الج... راه المقر لانه لان الفيدراليه م. كانت مجمدة وبالتالي الان م. نحن ب... 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 في اتصالات مصممه مع المسؤولين هناك ماشي غير بالنسبه للفيدراليه م. المجتمع المدني في السنغال يمكن تسبحتو في هذا الامر المجتمع السنغالي ما عندوش الامكانيه باش يشتغل الان لان الش... الرئيس السابق ديال السنغال اللي هو عبد الله واد هو سد جامع الامكانيات المتاحه للعمل بالنسبه للمجتمع مم. المدني واخا نمشيو بزربه استاذ كاين النقد اللي كيعطي كي راي ذاتي نعم مبني على حجج باش يدفع الجمهور يمشي او ما يمشيش يشوف فيلم فيلم معين حسب الحكم ديالو على له هذا الفيلم وهذا النوع ديال النقد مطلوب لانه كيتوجه كي الأشخاص محتاجين تكون عندهم واحد فكره على قيمه عمل سينمائي في وسائل الاعلام قبل ما يقرروا يشريو او ما يشريوش التذكيره ديال فيلم سينمائي هادشي ما كديروش السي خليل علاش علاش لان لان الصحافه ديالنا وسائل الاعلام ديالنا ما كتسمحش بتاتا خطا فظيع هذا ما كتسمحش بتاتا م. للنقاد باش يكتبوا على فيلم لا كاين كاين صفحات اسمح لي كاين صفحات ديال ديال في الجرائد كاين صفحات اسبوعيه يسمونها الصفحه الفنيه فيها المسرح فيها التشكيل فيها هذا يعني هو كنديروا شنو اللي كيهمهم في السينما هو واش المخرج فين على اي حال ولكن وسائل الاعلام نحاسبوا ونعطيو لكل واحد الحق وسائل الاعلام اذا اكتشفت استاذ انها يمكن تستافد من المنتوج ديال ناقد ما ما يمكنش ومن المستحيل من المستحيلات انها ما تطلبش التعاون معه ومع الاسف اننا ديما كنعلقوا فشل ديالنا في على وسائل الاعلام اللي بالفعل يمكن يكون البعض منها يغلق الابواب ولكن كن على يقين انه كاين وسائل اعلام اخرى كتبحث وما كتلقاش وحتى اذا لقات فهي ما كتقتنعش ورخص المستوى يطلع شي شوية والسد أو ما عندكم وصفة باش يطلع هاد صافي لا هذا 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 رأيي او انطباع خاطئ أنا 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 شو أنا 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 المجتمع أنا السينما في المجتمع دينا. المجتمع دينا إليها إلى ديالنا على ديالنا مسألة مساله ترفيهيه، مساله مساله ديال يمكنش دي تكون فيها نقاش، ما يكون فيها تحليل، عندما تقول لي مثلا داخل مؤسسه تعليميه وهي م. مؤسسه تعليميه، تقول له اجي نديروا السينما واجي نحلوا الافلام، كاين مجموعه كبيره الان اللي كتوصل يمكن داخل 80% من داخل المؤسسه التعليميه اللي كيعتبروا كي السينما هي اما حرام، اما مساله م. ديال كتضيع الوقت لان منهاج التعليمي في المغرب ما كيسمحش بالقيام بمثل هذه الاشياء هذا هو المشكل اللي عندي شي شويه مع واحد الجيل لانه ديما المشكل عند الاخر لا لما لا احنا لا بالعكس, لا بالعكس نحن كم يعني ماشي طلبنا يعني عقدنا جلسات مع وزير كان سابقا الله سعف واذكره بخير وهو الذي فكر في ادخال السينما الى المدارس التعليميه وانشاء نوادي سينمائيه داخل المؤسسه التعليميه وكان بصدد تهيئه يعني شعاب داخل التعليم الثانوي بس عطينا شعاب ايضا في, ولكن هذه بعد ما مشى بحال عبد الله السعف توقف كل شيء ونحن دائما في المناظره الوطنيه للسينما دابا ما كنهدروش في النقد دابا هذا الشيء يعني دائما دا 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 راحنا ماشيين في واحد في ما يعرف بالتوتولوجيا كما قلت اه انا كيبان لي بانه داك الشيء اللي قالوا السيد الاكبر في النقد اللي القبيلة عليه قبيله روجيري بات صحيح قال بانه منين كتعثر على نقاد ما كيكتبوش وكيتهموا الاخرين بالرداءه وكيستعملوا عبارات كبيره وغامضه باش يموه ويقولوا بانهم كيلامسوا العمق راه هما الرديئين الحقيقيين الله ينجينا وينجيك يا استاذ راه عندنا من هادو بزاف واش اي قالوا هادشي قالوا رجولي بات ممكن انت ما كتحبسش راسك على كل حال معني با با لا بالعكس بالعكس بلعكس 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 نحن في نحن في حنا حاضرون دائما وبالسلام نناقش بالسلام نكتب بالسلام وإذا اذا اذا لاحظتي انه في المغرب نتكلموا في المغرب أيه؟ انه كل سنه كيخرجوا اربعه ولا خمسه ديال الكتب ما نقولش كلها مزيانه ما نقولش كلها مزيانه ولكن مم. اعتقد بان الان كاين يعني درت واحد الاشاره في التقديم على أه انه كاين بزاف اللي كيترجموا شي حويجات و ممتاز شوف شو كل حاجه فيها الجيد وفيها المادي ما خصنا يعني نجمعوا في سله واحده لا 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 يعني ما كل ما شيء مم. كاين عندنا نقاد مم. ممتازين جي ممتازين وعندنا بطبيعه الحال الناس اللي تا هما كيبحثوا على شي حوايج واللي ما كيلقاوش هذه مساله طبيعيه موجوده في طيب. طيب الشارع. غير انا كان يمكن كان كان انت شويه خطرت تخ... آه؟ كان... ممكن... انت يمكن <applause> كت... كتحك على الضباط. لا لا واخا واخا سي خليل. شوف دابا حاليا اي واحد <applause> يقدر يعمل موقع الكتروني ديالو او قناه في اليوتيوب و... و... وتنجح له مزيان. الناس اللي كيقولوا كي انهم كيشتغلوا كي في المجال ديال النقد السينمائي ما قادرينش يعملوا هذا الشيء ويكون عندهم تاثير على المجتمع او لا كيتسناو ضروري خصهم دعم ديال وزاره الاتصال او المركز السينمائي المغربي ودابا انا في هذه هاد النقطه هذه هنا كتوقف لي الفهمة مم. وما كنحكش على الدبره ولكن ما كنفهمش نقيد او جمعيه نقاد محتضنه هذه راه مصيبه كحله تكون معك واضح اولا لما كنقولوا طلب الدعم هذا ما كيعنيش هذا من حق لان هذاك المال هو مال العام وهو مخصص لهذه الاشياء لدعم الجمعيات التي تشتغل في المجال ديال السينما لا إله إله الله. لا هذه مسائل طبيعيه 50 آه و... مليون سنتيم هو قدر الدعم اللي كتستافدوا منه داخل الهيئه ديالكم نعم. باش تديو المهمه ملا. من اللي اجل كت... ماذا بلاتي لا من اجل ماذا 50 خمس... مليون نعم آه سنتيم نعم بزاف يا لا خمسة ما عدا كانت ما عدا إذا كنتوا كتعملوا شي حاجات وحنا ما كنعرفوهاش مكي... وحتى وسائل الإعلام ما كتجيب ليهاش الأخبار إذا م... إذا كان هذا كامل مجموع فخصكم تشككوا شي شويه حتى نتوما براسكم أولا احنا عندنا اتفاق... اتفاقية شراكة مع وزارة الاتصال كتعطينا كتعطينا أنا ما متفقش على هذه القضية يعني. المهم يتفق عليها ومشي... لأن ما يمكنش تشتغل في المغرب إذا ما كانش هناك اتفاقية شراكة ممكن الشركة. ممكن أولا كان علاش علاش درنا الاتفاقيه؟ اولا عطانا هذاك هذاك القدر المالي باش خرجنا ثلاثه الاعداد من مجله سينمائيه. للمرجوعات اللي للمرجوعات ديالها آه كيكون كي المرجوعات هذه المرجوعات كاينه في جميع في جميع حنا بالعكس كنعتبروا آه المرجوعات ديالنا اقل بكثير من المجلات مليش. الاخرى. هنا آه باحصائيات اي يعني الاحصائيات إلا عندي الاحصائيات تفهم معايا الا بغيتي سول سابريس اللي والله عندي الاحصائيات تفاديا للاحراج زعما لا 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 ممكن لان انا باش نقول لك انا رقم باش احنا احنا نعتبر نفسنا ن يعني المجله ديالنا كتمشي اكثر هذا كنخرجوا ثلاثه الاعداد ديال المجله في السنه م. كان خ... يعني نطبعوا ثلاثه ديال الكتب في السنه واش واش نقرا داك الشيء الله يهديك نعم واش واش عندك فكره على الكتب اللي خرجنا احنا أنت كتعرف بان انا عارف ممكن لا على انت اي حال لا دابا بصدق كنتوجهوا للجمهور تعرف بان انا عارف على اي حال <applause> حنا خرجنا هذا انا غنقول للناس باش يعرفوا ازيد هذه 50 مليون ها حنا حيدنا لا لا نزيدوا عليها واحد القدر نعم اللي تلقاتوا الجمعيه ديالكم في واحد الملتقى سنوي سميتو مخرجون ونقاد طنجة سينمائيون ونقاد سينمائيون ونقاد نعم. 20 ألف درهم في 2013 و 30 ألف درهم في 2014 و وفي 2015 ما خديتوش واقيلا كاع ما طلبتوش حتى هاد الدعم نا. ما عندنا غرض المصيبه هي انه هاد كنت الدعم كنتي كتطلبوه من لجنه دعم المهرجانات على نا. انه تدهور شي حاجات اغرب من هذا الشيء انا والله ما شفت هادشي علاش كنت ايكارت انا شي شويه بعض المرات وكنبقى نشوف لا لان هذه هذه كتسمى لجنه الدعم المهرجانات فكرك كتكذب على شي لا لا اسمح لي واخا اولا لجنه الدعم المهرجانات والتظاهرات السينمائيه والمهرجان التظاهرات السينمائيه منقسمة من الى انت كتعرف الف المهرجان الف مهرجان باء مهرجان جيم أيه؟ والتظاهرات الاخرى نحن م. ماشي غير حنا مجموعه ديال التظاهرات في المغرب تدخل في هذا الاطار التظاهرات السينمائيه ولقاء سينمائي نقاد يدخل ضمن خانة سينما يعني ندوزو الدوسي ديالنا نقدم لجنة دعم المهرجانات وهذاك والله هذه ما مشكل انا, أنا, يعني أنا كاع ما وليت انا وليت قبل هذه القضية شوف الى ما كانش المهرجانات ما كانوش اللقاءات راه السينما الميكرو السينما إيه ما يمكنش تحرك مم. باش كتحرك باش كنعرفوا على راه ما خصكش توتر ليا يا استاذ خالد لا ماشي كنتوتر بالعكس انا كنشرح لك دابا انت كتعطيني معطيات نسبيا مغلوطة لا ما مغلوطاش الارقام اللي كان نعطيها و... آه استاذ واش صحيحه ولا ما صحيحاش؟ هي والله يهديك طبعا ولكن ما قلت شحال كنخرجوا كن كن دي دي. ديال الكتوبه شحال كنخرجوا ديال المجلات ولكن ما وصلناش للمرحله ديال واش واش داك الشيء اللي كيتكتب عنده فعاليه واش كي... هذا الشيء انا هذاك النقاش انا غنبعد لا. عليه لانه عاده اتهم بانني عندي واحد شويه ديال التطرف انا داك الشيء باش ما ندخلش في الفعاليه انا غير كنتناقش معك هي. انا مثلا بالنسبه لي عندي الناقد اللي كنعرف هو اللي كيكون كي كيشتغل مع مؤسسه اعلاميه واللي كيكون كي كيتقاضى اجر و... وبس ما يمكنش انه ناقد اللي كينتظر كي دعم من جهه معينه واحيانا كيبقى كي الديفيسيت وسمعت بانه مخرج كان غطى ديك ديك الديفيسيت اللي كان في واحد السنه هذه فضيحه هذه يعني. اجي نقول لك واش عمرك شفتي مخرج معني دعم. بالامر كيجي كي كيغطي للجمعيه النقاد أه نقول أه؟ لك قضيه انا ما كنبغيش هي لا مزيان مزيان اي ناقد سينمائي في المغرب ماشي غير في المغرب مم. في في, في, في المغرب العربي تقريبا ما يمكنش يعيش من النقد السينمائي انا و... كنعيش منه انت بوحدك انت بوحدك انا في نظري نقد النقد الصحفي انا قلت لك لي جراوند لين ولي كدير عمليه ديال تحديد المشاهده هذه طبعا رايك في الزين اللي فيك اللي وقع عليه اللي وقع عليه صداع اولا ما يمكنش نقول رايي في الزين اللي فيك لانه الفيلم ما لانه ما, ما شفناش الفيلم رئيس الجمعيه ديال النقاد أيوه؟ في المغرب ما شافش الفيلم شنو هو الفيلم <applause> شنو هو شنو هو الفيلم الفيلم فيه واحد الكتاب شتي الكتاب ما يمكن له يخرج للسوق ويقراوه الناس ويوليو عليه دراسه حتى كيكون عنده واحد الرقم الرقم ديال ايداع اه خصنا حتى تولي مؤسسه المشاهده طبعا ايوا صافي طبعا ما سافي والا غادي يولي اي حاجه غادي يولي فيلم مم. لان الافلام اللي خرجت في المغرب عنده واحد الفيزا السيد راه عنده 250 الف مشاهده في فرنسا دار المهرجانات آه. العالميه واش ل... حنايا بوحدنا هما اللي حنا اللي كنعرفوا الناس الاخرين ما كيعرفوش انا طلبت منك غير الراي ديالك فيه قول لي بانه ما انا بكل شيء ما لانه ما دخل في الخانه ديال الافلام وهو عيب كبير لا, لا ويمكن في رايك وانا ماشي مشكل اسمح لي يمكن م... 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 شي نناقش واحد الفيلم من اللي داز افتراضيا واللي شافه كاين اللي شاف فيه 80 دقيقة كاين اللي شاف فيه ربع ساعة لا الفيلم الفيلم بالصيغة ديالو الملقحة اللي كدوز في القاعات شافوه 100 شافوه شافوه 250 الف شخص في فرنسا فرنسا في مهرجانات أخرى يعني أنه ملي كيتكلم أنا محروم كناقد سينمائي محروم من مشاهدة هذا الفيلم وراه في فرنسا قلت لنبيل يطلب يطلب الفيزا كولتوري اللي بغى يعملها ما يعطيوهالوش اسمح لي ما غادي يعطيهوش وإلا ما عطاوهالوش هذيك راه خاصكم تحركوا عاود حنا حنايا لما موقعنا موقفنا من 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 المنع عبرنا عليه ببلاغ ببلاغ صدر عن الجمعيه المغربيه لنقاط قد نحن ضد المنع بعد كم من وقت التار... لا بعد, بعد التار... الطريقه التي والطريقه التي منع بها الفيلم ندوزو لحاجه اخرى خلينا من نبيل نبيل راه داز نعم في الجمعيه ديال دي النقاد تقريبا واحد 30 آه لا عندنا 35 اهم النقاد تقريبا او لا. يعني 88% من النقاد المغاربه ينتمون واهمهم لم يكونوا ينتمون ولا ينتمون ماشي ضروري ماشي ضروري خصنا الكم شوف واش كاين شي ايطال في العالم اللي عليه الاجماع واش الناس كاملين منتمين لواحد النقابه ولكن ممكن نقول لك مثلا علاش استاذ خليل انت واش باغي تبقى رئيس ابدي الى ان يرث الله الارض وما عليها هذه الهضره ديال هذه الهضره ديال الشارع اسمع لي الترشيح يتم بطريقه ديمقراطيه أيه وبالتصويت يمكن لك ترجع للمحاضر ديال الجمعيه دائما دائما حنايا الترشيح يكون بكيفيه ديمقراطيه والاخوان يثقوا ماشي يثقوا انا ارشح نفسي مثل الاخرين ويصوتون ويصوتون عليه كما يصوتون على الفريق الذي الان نشتغل معه طيله تقريبا واحد العشر 10 سنوات واللي المرحوم الدهان ما كانش في الجمعيه المرحوم المسناوي ما كانش في الجمعيه آه دابا حاليا اللي كنعرف انا بكريم ما كاينش الجمعيه لا اسمح لي بكريم انا نقول لك هذه لا, 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 لا ما كان لا ما ليش غير غير الناس اللي واش واش منضويين هادو 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 ما كاينينش لا بكريم علاش لانه حنايا غادي ندخلوا في واحد النقاش اللي هو ما تجرنيش النقاش اللي انا ممكن يحضر مستقبلا لانه عمل جمعيه جمعيه مضاده ما كاينش مضاد راه اي واحد هذا راه لا سمح لي محقق ودابا الا عملت انا غدا جمعيه عاود تنوض السي تخدم لا اذا كنت عندك النيه انك تشتغل داخل النقد السينمائي اهلا وسهلا بالعكس اه لو اه أنا لا واخا انا ما عنديش النيه لأ, لا بلاص يعني واسعه للجميع انا مازال ما مازال في النقد خصنا نزيدو نشتغلو راه في نيا قلتي بيغ ميغال في نيا في سيرج داني اللي بدا في 20 عام في لي كاي دو سينما حنا بنادم ابادي وراه ما كيكتبش انت كعرف الحال باكرين كان موجود ماشي غير هو كاين بزاف كاين بزاف كاين بزاف هو الوحيد اللي كان لان داخل في في المهرجانات العالميه وعيد. كان كنعيش مع نقاد حقيقيين وطريقتهم في التعامل مع الماده النقديه كتكون خادعه لواحد المنهجيه علميه كما قلت قبيله لي غروند لين ولي بتيت ولي هاني شرحتها لك في الاول الاساسي في هذا هو سرعه الانجاز والمواكبه كتكون ناضجه ومثيره في الان دابا انا منين كنشوف هاد الناس وكنبغي نعمل بحالهم وكنرجع للمغرب ونشوف الطريقه البدائيه اللي كيتم بها الاشتغال عندنا كنبقى نسول راسي شنو اللي ناقصكم باش تعملوا هذا الشيء كنظن بانه ناقصكم كل شيء ها علاش كنبقى بعض المرات نهضر على النقاقيد خصنا نتعاملوا مع الناس الجديين والمتبقي بطبيعه الحال نخليوه يدير شغله انت بديتي بديتي بواحد الفكره اللي هي مساله ديال النقد واللي ربطتيه بالذاتي النقد هو عشق هو عشق قبل ان يكون منهج بما انك انت يمكن يعجبك الفيلم ونفس الناقد اللي هو حتى هو كبير جدا يمكن ما يعجبوش الفيلم يكتب اشياء يكتب اشياء مناقضه له هذا <applause> وهذه الحيويه ديال النقد هو انه هو كل شيء دابا انا اللي مزعجني في الامر كامل وانه لا لا ما كتذكرليش انا غير متفق معك تماما لانه كان ما متفقش مازال <applause> ما قلتش انا كاع لا <تصفيق> أنا <تصفيق> لان لان قلتي بيب. ما كتلقاش هذه الطبيعه الطريقه لانه كتصبرت بعض الحوايج اللي ما انا كندعوك الى 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 الحضور معنا الى حضور معنا وحنا غادي ننظموا لقاء كنعملوا خاص بالنقاد ماشي ماشي مفتوح للجماعه غير باش تناقشوا بعضياتنا ودابا انا الوضع, الوضع ديالي انا ما راك عارف لا لا ما يمكنش لا لا وخصك تحضر باش باش تاكد باش تاكد بانه هاش انا غير كنقول لك عاوتاني تاش شوف آه شوف نقاد اخرين كيعملوا في الجوايز غير انا اللي كيزعجني انا اللي بغيت نقول قبيله مثلا نقيد اللي مغربي يتابع فقط ما هو مغربي بما يعني انه كيكون القناعه ديالو من خلال مشاهدات مغربيه مغربيه وكيتوجه فقط للجمهور المغربي مم. مثلا انا يزعجني لما انه نبقى نتحدث على الفيلم اللي ربح في برلين او في كان واللي كيكون خلق الحدث في العالم كامل والنقاد ديالنا ما شايفينوش شايف؟ امر مزعج انه ما كاينش تحيين ديال المشاهده ما هذا راجع لوسائل الاعلام والتلفاز الى غير ذلك ما ما يشاهده الجمهور نحن أه. آه. لما جينا مثلا المجله علاش درنا بانه يعني ملف خاص ملف خاص لتاركوفسكي مثلا بعده واللي قريته واللي قريته واللي قريت بحاله في 600 الف مكان زعما ماشي ماشي ممكن ولكن كتبه نقاد مغاربه ووجهه نظر كتاب مغاربه عملنا آه فيما بعد واش نذكروا اسماء اللي الناس اللي كيترجموا مقالات علاش. اجنبيه وكيوقعوا انا نعتقد انه فقط الوسائل بال... الاعلام العربيه راه عرفتي لو كان نوصلوا لهذا المستوى هذا راه غنطيحوا لتحت راه كاين اللي كيترجم مقالات اجنبيه وكيبيعها المؤسسات الاعلاميه العربيه راني ما عنديش اشكال انني نمشي في هذا النقاش هذا يمكن على اي حال هذاك الشغل هذا يعني... حنايا لما كنتوصلوا رب... بالمقال كاين لجنه كاين هيئه ديال التحرير كاين هيئه ديال القراءه تقرا الافلام ونعتقد بان ما يكتب الان عندنا هو في مستوى النقد السينمائي المغربي واخا واخا استاذ خليل ما قلنا شيء في صراحة الوقت بالنسبة للكاتاكسيس نعم. ها احنا فتحنا هذا النقاش نتمنى انه ناس آخرين يقتديوا آه بك الاستاذ خالد ويحضروا بكل صراحه هذه دي النوعيه ديال الحلقات م. للإنسان الانسان مجبر باش ينهيها بداك ديال الاماني كانت من نوع ان حال النقد يزيد شي شويه القدام نعيب على كثير من المخرجين ما يقترفونه من جرم في حق السينما وننسى بان النقد ليس احسن حالا من سينمانا المطلوب هو الاشتغال على الاقل عوض الجلوس وراء الحواسيب والتنظير عبر الشبكات الاجتماعيه لي غونغستير أعاننا الله وإياكم على تقبل خطاياهم. إف بي إم شينو أون في على ميدي إلى الأسبوع المقبل.